السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة وملخص جديد. سنتحدث عن بعض الأحداث التي ستكون الشهر القادم. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، كذلك لا تنسوا إخوانكم من دعائكم ولشهدائنا بالرحمة. نبدأ بهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أول ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو سيكون حديثنا عن إسلام مخاشاف. إسلام مخاشاف سيدافع عن لقبه للمرة الثانية ويعود للمرة الثانية في هذا الموسم ضد داستين بوريه، المقاتل المخضرم في المنظمة، له خبرة كبيرة جدا ومعروف لمتابعي اللعبة بالطبع. سيكون قتالهما في أول الشهر قتال كبير جدا لإسمين كبيرين في المنظمة. سيكون القتال تكتيكي ربما، بما أن داستين بوريه يعتبر ملاكم رائع جدا، لديه ما يمكنه من فوز خاصة على الواقف، لديه الدقة الكبيرة مع إخراج قوة متناسبة مع ذلك، يعني ليس بمتهور. رأيناه بقتاله ضد سندوني، أيضا في قتاله ضد مايكل تشاندر، صحيح خسر ضد جاستين جيجي عفوا، لكن هذا لا يقلل من قوته وخطورته في المنظمة، وخاصة هذه الفرصة الأخيرة له قد نقول لكسب والحصول على لقب كبطل في المنظمة. يعني الانترم شامبيونشيب لا تعتبر ذات أهمية ولا تذكر في التاريخ. بالمقابل إسلام مخاشاف سيؤكد على أنه البطل غير قابل للنزاع، أعتقد أنه سيعتمد على المصارعة والقتال على الأرض، فهي تعتبر نقطة ضعف داستين بوريه، وشاهدنا ذلك الأمر لعدة مواجهات كان يخسرها داستين بوريه، خاصة لو أخذ ظهره سيمكنك من إنهائه إن أتعبته. مع ذلك لا أنصح أنه يقابله وجه لوجه على الواقف كما فعل ضد ألكسندر فولكانوفسكي في القتال الأول، سيعتبر خطر مقارنة مع القتال الذي قلنا حاليا. يعني داستين بوريه خطير، إن واجهته لكمة بلكمة. ربما إن اعتمد الإسلام على القتال من خارج الرينج واستعمال الكيكس، خاصة كيكس خاصته قوية، قد رأينا مؤخرا أن الكيكس العلوية قد تطيح بداستين بوريه. ربما سيعتمد إسلام على هذه الخطة، الله أعلم، لكنه يجب عليه أن يتدرب، وهو حقيقة مقاتل موهوب متمرس يعمل بجد على كل خططه قبل أي قتال. كملخص صغير هذا ما أراه، وإن نجح في هذا القتال سيواجه ساروكيان، ربما سيقاتله في أبوظبي أو في الجاردن في نيويورك، وهذا ما يريده حاليا، وما قد صرح به إسلام مخاشاف أن رغبته يريد القتال في آخر السنة بنيويورك وليس في أبوظبي. لكن لما نرى، يعني حسب رأيي أبوظبي تعتمد على حضور مقاتل المسلمين بشدة، يعني لا يمكنها إحضار أي مقاتل آخر، ولكننا سنرى ماذا سيحدث بعد القتال إن فاز على داستين بوريه. هل ساروكيان هو القتال القادم لإسلام مخاشاف إن فاز على داستين بوريه؟ بنسبة 90% أعتقد أنه هو القتال المنتظر والقتال الذي يريده إسلام مخاشاف لإسكات الجميع، وإسكات ساروكيان أولا وإسكاته وإخراصه للأبد. يعني فزت عليك في القتال الأول، لكنك تأخذ الحجة أنك كنت في بداياتي، كنت صغير السن، لست متمرس. الآن ربما إن فزت عليك بشكل جيد وبأداء رائع ستصمت وتغلق فمك للأخير. أحداث رائعة جدا، كارد رائع جدا، إسلام مخاشاف ضد داستين بوريه كما قلنا حدث رائع جدا، أسماء معروفة في اللعبة، إسلام هنا ليثبت ويكتب التاريخ. وهنا نأتي لنقطة أخرى، إن فاز إسلام مخاشاف ضد داستين بوريه ثم دافع عن لقبه مجددا ضد ساروكيان، حاليا ليس لديه من يواجه في فئة الوزن الخفيف، تقريبا المصنفين هزموا بعضهم البعض، المصنفين الجدد بعضهم خسروا ضد المخضرمين كساندوني كفيزيف. يعني حاليا الجديد هو ساروكيان، هو المصنف الأول حاليا. تشارلز أوليفيرا خسر،
جاستن جيجي لا أعتقد أنه سيقاتل مجددا، وقد صرح بذلك أنه يريد رحل لستة أشهر، يعني سيعود بعد سنتين هذا إن لم يعتزل. وهنا ما رأيكم؟ وأعتقد أن إسلام مخاشيف لديه كل الحق بالصعود لفئة الوالتر ويت والقتال على لقب تلك الفئة. يعني لو فاز ليون إدواردز على بلال محمد فلا أحد يمكنه منع إسلام مخاشيف من القتال على اللقب ضده. يعني من سيقاتل ليون إدواردز؟ هنالك صحيح مصنفين كشافكات وإيانجاري، حاليا إيانجاري يريد قتال كوبي كوفنتون، شافكات في كلام عن مواجهته لمادالينا. يعني لو حدثت هذه المواجهات يبقى فعلها، خاصة لو قاتل بلال محمد ضد ليون إدواردز. أنا أتمنى فوز بلال طبعا، لكن المنظمة حاليا متسترة ولا تريده متصدر للمشهد، ربما لأسباب أخرى، ربما لما يحدث حاليا في فلسطين، قد لا يريدون رفع العلم أو تصدير مشهد أنه فلسطيني فاز، خاصة حاليا أن المنظمة لديها ضغوطات من رؤسائها من أطراف أخرى لعدم الكلام على هذا المشهد. لقد رأينا ما حدث في أبو ظبي لما الناس أرادت الكلام، تم قطع حديث إسلام مخاشيف، منع المقاتلين من إحضار الأعلام الفلسطينية أو ما إلى ذلك. يعني هذا السبب حاليا بدأت أشك به كثيرا، وأرى احتماليته مرتفعة لعدم إعطاء الفرصة لبلال، خاصة أن الرجل فاز 4-5 مقاتلين مصنفين، لديه وينستريك كبيرة جدا، هي الثانية بعد البطل. البطل يتهرب وليس يعني خوفا، إنما لا يريد إعطاء الفرصة وما إلى ذلك. يعني إن كان القتال في مانشستر حسب ما نراه من شائعات بين بلال وليون إدواردز، وإن فاز ليون فلا أرى من مانعا من قتاله ضد إسلام مخاشيف، خاصة إن فاز على المصنفين الحاليين ودفع لقبه بنجاح في فئة الوزن الخفيف. أنا حاليا لا أرى أن حمزات سيقاتل أو سينزل الوزن الوالتر ويت، أرى أن فرصته أفضل حاليا لفوزه بالميدل ويت، وأشجع على متابعته لتلك الخطة. تكلمنا بشكل خفيف على الحدثين الرئيسيين، أتمنى أن أعجبكم الفيديو، أرجو أن تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله.